نعم، حزم الفينة والأخرى الجيش الإسرائيلي يستخدم العيرة الحية عفوا في إصابة الشبان الذين تجمعوا هنا ولا زالوا يتجمعون ويصرون على عدم الذهاب من محيط سجن عوفر. الشبان أيضا كوسيلة احتجاج قاموا بإشعال هذه النيران التي نراها وهي قريبة جدا من السياج الفاصل بين سجن عوفر وبلدة عوفر، إضافة إلى أيضا تواجد الجنود الإسرائيليين في منطقة قريبة جدا، إضافة أيضا إلى القنابل الغازية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي تسببت في حريق في المنطقة القريبة من هنا. لكن بكل الأحوال لازلنا نتحدث عن حالة من الإحباط هناك في داخل إسرائيل. سيصار إلى عقد اجتماع أمني يرأسه نتنياهو وأعضاء من حكومة الحرب جالنت وأيضا رئيس الموساد دافيد برنيع، وأيضا سيكون الهدف هو حول تعثر صفقة التبادل الثانية، ربما أيضا الأطراف التي تحاول هذه إصابة الآن، إصابة أمامنا على الهواء، إصابة على ما يبدو في الوجه، إصابة بالرصاص الحي في منطقة الوجه وهي قريبة جدا، قريبة للغاية، قريبة قريبة للغاية بصورة واضحة، يتم نقله الآن حازم والصورة أمامكم مباشرة. هو بجانبك ضياء، يعني مباشرة نتمنى أن تكون في مكان آمن أهم شيء. نعم، المسافة قريبة جدا، المسافة قريبة جدا. هذا الشاب يعني كان يقف يا شباب اتجاه النيران التي شهدناها الآن، وهو كان يوقف يعني يقف بجانب هذه النيران وتم يعني إصابته بطلق مباشر بقناص إسرائيلي أصابه وهو طفل صغير لا يتجاوز 13 عاما. هذا ما نلحظه الآن وسط أيضا محاولة طواقم الإسعاف نقله الآن في هذه اللحظات، في هذه اللحظات يتم نقله مباشرة إلى المشفيات القريبة. هذا الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني أيضا ينقله هذه الإصابة الخامسة على وجه التحديد بالرصاص الحي، ولكن إصابته على ما يبدو أنها بالغة الخطورة، لأننا لاحظنا كيف سقط ونحن نتحدث وإياكم، وكان يعني أصدر صوتا يعني ربما يدل على قوة الإصابة التي أطلقها أحد القناصة الإسرائيليين وأصابته بصورة مباشرة. هنا الشبان أيضا منذ يوم أمس كانوا حاضرين، كانوا متواجدين حتى يستقبلوا الأسيرات الفلسطينيات وأيضا يقوموا بربما يعني الاحتفال بالأسيرات الفلسطينيات اللواتي تم الإفراج عنهن. في هذه اللحظات يتم نقل الإصابة إلى المشفيات القريبة من مدينة رام الله، خصوصا بأننا نرى بأن الواقع الحالي هنا لا زال الجيش يتواجد ولا زالت أيضا فرق القوات من حرس الحدود متواجدة، وهذا طبعا يدل على أن أيضا الشبان الفلسطينيين هنا والعائلات التي وصلت إلى هنا جزء منها غادر، ولكن بقي الشبان الفلسطينيين. لا يوجد مواجهات فعليا حازم نتحدث هنا، فقط لمجرد اقتراب هذا الشاب من هذه النقطة مباشرة ما بعد النار التي خلفنا تم إطلاق الرصاص عليه بصورة مباشرة. سياسة الاستسهال الضغط على الزناد كانت تغيرت منذ مدة زمنية واضحة. الجيش الإسرائيلي بات يستخدم العيرة الحية في استهداف الشبان بصورة واضحة، إضافة إلى إيقاع الإصابات في المناطق العلوية من الجسد، رغم أن الإصابتين اللواتي يعني سجلناها قبل قليل ومنذ ساعات العصر هي في الأطراف السفلية من الجسد، إصابة كانت مباشرة في الفخ تسببت بنزيف هائل وتم نقله على وجه السرعة، حالته وصفت بالخطيرة أحد الشبان، ولكن هذا الشاب ربما تكون إصابته حرجة وحرجة جدا لأنه أصيب في منطقة الوجه بصورة واضحة. بكل الأحوال حازم كنا نتحدث عن الاجتماع الأمني الذي يعقده نتنياهو ووزير الجيش وأيضا رئيس جهاز الشباك دافيد برنيع في هذه الأثناء، وهذا يدل على أنه لربما هناك تطورات وهناك ربما بعض الاقتراحات التي اقترحها الوسيط الذي يرعى صفقة الأسرى أحد الوسطاء
على وجه التحديد قد يكون هناك ربما دراسة لمطلب الوسيط أو اقتراح الوسيط، وربما قد يعني يتم اللجوء إلى الموافقة على إطلاق سراح بعض الأسيرات اللواتي كنا في الصفقة أو في ضمن الأسماء التي تم طرحها، إضافة أيضا لربما حول الشاحنات التي ستدخل إلى شمال قطاع غزة، وهي الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية وأيضا الاحتياجات العاجلة لسكان شمال قطاع غزة.